لم تستطع الفنانة الإماراتية اليمنية بلقيس من تمالك دموعها أثناء حلولها ضيفة مع الإعلامي علي ياسين خلال استضافتها مؤخراً على قناة الجديد، ودخلت في نوبة بكاء، وذلك بعدما استمعت إلى رسالة صوتية وجهتها لها الممثلة اللبنانية نادين نسيب جيم. خليكي مبسوطة، ركزي على هالإشياء ونسي كل الباقي، وأنا بحبك كتير. ووجهت نادين نسيب جيم رسالة صوتية لبلقيس من خلال البرنامج، أشادت فيها بقوتها وصبرها وقدرتها على تجاوز فترة إصابتها بمرض الاكتئاب، وطالبتها بالتحدث عن هذه الفترة الصعبة حتى يستفيد منها كل الشباب. ووصفت نادين جيم بلقيس بالقدوة لأنها استطاعت أن تتخطى أزمتها بقوة وعزيمة ولم تدع الاكتئاب يهزمها، وطلبت منها التحدث عن تجربتها لكي تستفيد منها هي شخصياً وكذلك جميع النساء، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي يشهدها العالم. وقالت بلقيس إن نادين نسيب جيم مرت بنفس حالة الاكتئاب بعد انفجار مرفأ بيروت، والأمر كان صعباً عليها للغاية، لافتة إلى أنها تتشابه مع جيم في العديد من الأشياء وترى نفسها فيها. وأشارت إلى أن نادين قدوة مثلها تماماً، وعاشت حالة نفسية مماثلة بعد إصابتها في انفجار مرفأ بيروت في أغسطس آب 2020. وأكدت بلقيس أن ما مرت به نادين من صعوبات ومشاكل أكبر بكثير من الذي عاشته هي في مرحلة الاكتئاب. وطالبت بلقيس الفتيات بعدم المعاناة بصمت وكبت مشاعرهن، ولكن يجب مواجهة الحياة بقوة، لافتة إلى أن السيدات يجب أن يتوقفن عن إيذاء بعضهن ويقدمن كل الدعم لبعضهن حتى يستطعن تجاوز الصعوبات. ومن ناحية أخرى، وخلال الحلقة كانت كشفت بلقيس العديد من الأسرار وتحدثت في الكثير من المواضيع، منها حقيقة خلافها مع الفنانة اللبنانية إليسا وهو الأمر الذي نفته، مؤكدة أنه لم يكن بينهما خلاف لكي تتصالحا، بل هي تحبها وتحب فنها وشخصيتها كثيرا. وحول دخولها عالم التمثيل قالت بلقيس إنها لا ترفض فكرة التمثيل، ولكنها تنتظر أن تعرض عليها فرصة عربية قوية تضيف لها وتضم نجوماً كباراً، لافتة إلى أنها تعشق الفنانة نيلي كريم وتعتبرها مجرمة تمثيل، كما اختارت الممثلة المصرية دنيا سمير غانم والممثل المصري محمد رمضان، بالإضافة للممثل السوري قصي خولي. اللي حصل لي ما حصل بعمره فيني بالنسبة للهوى.